السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. How are you doing everybody? Welcome to this session. المحاضرة دي عبارة عن محاضرة عن الIELTS 2022 2022 followed by a placement test. لو انت بتتفرج على المحاضرة مسجلة لو سمحت اول حاجة تعملها قبل ما تبدأ تبعت رسالة على الرقم ده 01-555-249-000. Don't forget 01-555-249-000. قبل ما نبدأ سريعا جدا لازم اديكم ايه هي الاوتلاينز اوف ذا برزنتيشن. هعمل ايه في البرزنتيشن دي؟ لازم سريعا في خلال الساعه اللي جايه ديت I want you guys to know number one محتاج اقدم لكم المؤسسه اللي انا شغال فيها. عايز اديكم هديه النهارده بمناسبه حضوركم جميعا وبمناسبه بدايه الصيف. عندي محاضرتين هديه ليكم. رقم 3 اقدم نفسي وبعد كده اتكلم عن الايلتس ونذاكره ازاي والاستراكشر واقول لكم تعملوا امتحان تحديد المستوى. بعد كده بفكر حضراتكم لو حد منكم اول مره يتعرف علينا we belong to an institute مكان اونلاين it's called what it's called English vision رؤيه جديده في الانجليش. ايه هي الرؤيه الجديده؟ ان الطالب بدل ما يروح محاضرتين بس في الاسبوع او يحضر معنا اونلاين محاضرتين فاحنا بنخلي المحاضرتين وباقي الاسبوع كل يوم متابعه على الواتساب. يعني ايه رؤية؟ vision. It means ان انت هتتعرض or you will be exposed to more than one examiner. انا مش عايزك يكون مدرس واحد بس بيدرستك. مدرس بيدرستك بس في ممتحنين تانيين بيمتحنوك. وايه دي الرؤية؟ ان احنا حابين نخلي حاجة اشبه بالحياة. You meet different people. عشان كده بعد امتحان تحديد المستوى هنقول لك احنا عندنا مستويات مبتدئ. مرة تانية يا جماعة بقول لكم ان في مستويات في كورسات للمبتدئين. وقبل المتوسط pre-intermediate والadvanced grammar and vocabulary وكمان كورس الIELTS هو أعلى مستوى وأنا باخد مستوى 6. لو مستواك أقل من كده ممكن تدخل في كورسات تانية بتاعتنا. في كورس conversation and fluency. في طبعا كورس مع الدكتورة العظيمة الدكتورة نوع حسين في كورس TOEFL IBT and ITP and PTE مع الدكتورة فاطمة. وكمان عاملين كورسات أطفال ممتازة من نص 6. معنى أصح بعد ما قدمت المكان بتاعنا ده الويب سايت بتاعنا. الويب سايت بتاعنا englishvision.com. Okay, let me start right away. طيب سؤال لحضرتك مهم جدا. إيه الهدية اللي أنت اتكلمت عليها؟ أنا طالب منكم جميعا to take a screenshot of these two gifts. ممكن كلكم يا جماعة تاخدوا screenshot. إحنا عاملين محاضرتين هنتكلم فيها عن أخطاء مذاكرة الجرامر. إزاي تذاكر جرامر بشكل أحسن؟ ايه هي اهم سمات الاكاديميك رايتنج؟ المحاضرتين كل محاضره من ساعه لساعه ونص. يوم الجمعه الجايه الساعه 1 ان شاء الله وده رقم الزوم. وكمان السبت اللي بعد على طول جمعه وسبت محاضرتين ورا بعض. حاجه كده هديه لكل الناس اللي متابعينا مع انجلي فيجن. محاضرتين يوم الجمعه الجايه الساعه 1 ويوم السبت تاني يوم الساعه 7 مساء. بفكر حضراتكم تاخدوا سكرين شوت من رقم الزوم. ولو انت معانا على قناة التليجرام كده كده ان شاء الله هيجي لك الرابط كمان ونفكرك. Once again guys, welcome to English Vision. Let me introduce myself. My name is معاكم أخوكم محمد خليل موسى. أنا دكتوراه الحمد لله في التعليم واللغة الإنجليزية ونائب رئيس مؤتمر نايل تيسل في تطوير اللغة الإنجليزية في مصر. وILAS تبع British Council kind of co-chair. مدرس بدرس في الجامعة الأمريكية بجامعة القاهرة وبدرس بقالي 22 سنة. وطبعا عندي 4 كتب موجودين في السوق. كتير منكم إن شاء الله اللي هيلتحق بالكورسات بتاعتنا هياخد واحدة من الكتب زي الكتاب الجميل دوت عن أشهر الكلمات اللي موجودة في listening and vocabulary. وده رقم تليفوني تحت لو حد منكم محتاج أي حاجة. بعد ما قدمت نفسي وEngli Vision ما تنسوش الموقع الرسمي بتاعنا englishvision.com. ما تنسوش أن الأسبوع الجاي جمعة وسبت عندنا إن شاء الله محاضرتين هدية. جمعة عن grammar and vocabulary الساعة 1 وتاني يوم السبت كمان مع بعض. بفكر حضراتكم لو أي حد منكم إن شاء الله جاب مستوى كويس مستوى 6 in في امتحان تحديد المستوى لقيت مستواك كويس في امتحان تحديد المستوى هنبعت لك رسالة نقول لك مستواك إيه ونرحب بيك ونقول لك لو تحب تدخل الكورس معنا. الكورس هيبدأ يوم 27 مايو وهيخلص يوم الثورة 23 يوليو. الكورس عندنا في الايلتس مرتين في الأسبوع كل يوم واتساب كل يوم واتساب دراسة مذاكرة كويزز على الواتساب من 8 الصبح ل 10 مساء. يعني احنا كل يوم معاكم ما شاء الله تبارك الله 14 ساعة.
واهم حاجه مهمه جدا ان ليه اذاكر ايلتس حتى لو انا مش هاخد كورس، ليه اذاكر ايلتس من دلوقتي؟ انا طالب في الجامعه، انا طالب في ثانوي، انا متخرج. Why should I study ايلتس؟ Number one, because you can study abroad. ممكن تدرس بره، وده اللي احنا بنجيبه لكم، بنجيب لكم ناس متخصصه يعملوا محاضره ازاي تدرس بره. ممكن يفيدك في الهجره، ممكن يفيدك في الشغل، محتاجه تذاكره عن طريق الجرامر، السكيلز المختلفه. وعايز اقول لكم الخبر الغريب ان امتحان الايلتس للاسف هو الاصعب بس الاكثر شهره من جامعه كامبريدج. And the beautiful thing about the course, والكورس معانا اجمل حاجه فيه ان احنا هندخل جزء بزنس like interview skills, speaking. اديك اشهر التعبيرات انت محتاجها في الرايتنج اند سبيكينج. مره ثانيه بفكر حضراتكم ان احنا عندنا الكورس محتاج امتحان تحديد مستوى. طب لو مستواك اضعف شويه من الكورس هنقدمك لكورس الادفانس جرامر اند فوكابولري. وعندنا مس مية حكم ما شاء الله معانا هو، والكورس بتاعها بيركز على اللغه اكتر من مهارات الايلتس ولكن من خلال السكيلز. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل اي حاجه، كم واحد منكم ناوي يبدا رحلته للسفر؟ ايلتس، IELTS is your gateway. نكتب مع بعض كده، وعايز كل واحد منكم يكتب معايا، وفي آخر السيشن at the very end of the session I will take your questions. كم واحد منكم ناوي إن شاء الله بإذن الله في ظل الظروف الصعبة وفي ظل كل حاجة أنا عايز أستعد لأي هجرة لأي منحة دراسية، أنا عايز أستعد، أنا هستعد للفرصة. I want to be ready for the opportunity because IELTS is actually your gateway to the global world. عايز اشتغل في شركه انترناشونال، I want to immigrate, I want scholarship. اول حاجه لكل واحد يبحث عن منحه دراسه، حسن لغتك. افتكر نصيحتي من دلوقتي وانت صغير او حتى وانت كبير، الهجره مفتوحه لسن 40 45. لو انت بتدرس على طول الفرص موجوده. however رقم واحد تستعين بالله سبحانه وتعالى، تقول يا رب، قول ورايا يا جماعه، يا رب اختار لي الخير، اللهم يا رب كل شيء بعمله اخلاصا ليك يا رب، والكورس دوت ان كنت هاخده او ما اخدوش يا رب يفيدني ان انا اقرب من احلامي. ليه؟ عشان الايلتس از يور فيرست ستيب. ايه هو الايلتس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نكتب مع بعض والمحاضره مسجله. امتحان الايلتس از اكتشلي ايشيد فروم كامبريدج يونيفرسيتي، جامعه كامبريدج اللي مطلعاه، جامعه كامبريدج البريطانيه. وعلى فكره الامتحان دوت متباع لجهتين، يعني في جهتين هم اللي بيعملوا الامتحان وبيشرفوا عليه، البريتش كونسل في العالم كله، ايجيبت، سوريا، لبنان، everywhere، سعودي عربيه in the gulf، وكمان حاجه اسمها IDP. IDP مؤسسه استراليه بتاجر قاعات داخل مصر وفي كل حته وتعمل اختبار الايلتس. اختبار الايلتس من جامعه كامبريدج بيعينوا صلاحيته المؤسستين، يعني انت ممكن تاخده في الجامعه الامريكيه، ممكن تاخده في جامعه فيوتشر تبع الاي دي بي او البريتش كونسل. الخبر الجميل ليكم ان احنا كمؤسسه انجلو فيجن عاملين شراكه مع اي دي بي، فبيقعدوا يحجزوا لكم الامتحان، يقول لكم نصايح مهمه. امتحان جامعه كامبريدج نوعين، اكاديميك للي عايز يدرس وجنرال للي عايز يهاجر. سؤالي لحضراتكم، كل المنح الدراسيه بتاخد اكاديميك ولا جنرال؟ If you are planning to apply for a scholarship, you need to take what? Academic or general? Guys, answer me please. If you are planning to travel for a scholarship, لو انت بتدور على منحه دراسيه، ان شاء الله عايز اسافر، ان شاء الله هسافر بره، يبقى انت محتاج academic IELTS، الايلتس الاكاديمي. اما للناس اللي عايزه تطور نفسها، للشركات او للهجره، general. General, thank you very much. So, if you're planning to travel for immigration, that's general. Academic is IELTS, academic is for scholarship. على فكرة خبر جميل جدا جدا، الكورس دوت بيقدم لك الاثنين والماتيريال بتاعت الاثنين. ليه؟ عشان يمكن انت تسافر كمنحة دراسية وعايز تستقر كهجرة، فعايزه منك general. والكورس بيقدم الاثنين عشان ناس كتيرة بتسافر كمنح كهجرة وعايزين يدرسوا فبيحتاجوا الاكاديميك. على فكرة يا جماعة، I want to tell you something quite surprising. هو الامتحان paper ولا computer؟ What do you think? الامتحان بتاع الايلتس اللي هو تبع كامبريدج is provided حاجتين، paper وcomputer. امتحان الpaper بياخد 13 يوم لغاية ما النتيجة تطلع. It takes you actually 13 days. It takes you 13 days
to have the results. أما امتحان الكمبيوتر 3 لخمس أيام. أنا كمحمد كراجل بقالي 22 سنة في المجال، تعتقدوا بنصحكم بإيه؟ I recommend what? You'll be really surprised. أنا دايماً برشح الكمبيوتر. عارفين ليه الكمبيوتر؟ النتيجة بتطلع بعد 3 أيام. الجميل في الموضوع أن أنت لو خطك وحش وما يتقريش، معذرة ما بين أقواس، رسالة لكل الأطباء والصيادلة. لو أنت طبيب وصيدلي وبتكتب لي روشتة، مش هينفع تكتب لي امتحان paper based. بحس ان هي تحولت روشتة. لو انت خطك مش حلو ادخل على الكمبيوتر. طب انا اصلا كتبتي بطيء على الكمبيوتر، يبقى therefore حدد حضرتك في الكورس موقع يزودك في سرعة الكتابة. انا بقولها لكم، اي حد خطه مش حلو هينقص بسبب خطه. هننقص عشان كده هم عملوا الكمبيوتر وpaper based. وخلوا بالكم الامتحان 4 skills، الامتحان 4 مهارات الحياة. عشان كده دايما بقول ان الايلتس جميل، ان هو ممكن يحسن مهاراتك في اللغه بشكل عام. Because actually IELTS okay can improve your 4 skills of communication. Guys، ايه هي المهارات الاربعه؟ Can you tell me please ايه هي المهارات الاربعه؟ Yes يا ايمن، you can do that. What do you think guys؟ ايه هي الاربع مهارات اللي الايلتس بيختبرهم؟ اول حاجه speaking ربع ساعه، speaking 15 minutes. انت والممتحن لوحدكم، انت والممتحن وما بينكم في كاسيت ريكوردر بسجل الامتحان لمدة ربع ساعة 15 minutes. And by the way guys، ايه اهم حاجة تاخد بالك منها في السبيكينج؟ هنقولها النهاردة في المحاضرة التعريفية، وبعد المحاضرة هنعمل تحديد مستوى. ما تنسوش ان اكتر حاجة مهمة في امتحان السبيكينج self confidence. كم واحد منكم يا جماعة عنده confidence؟ كم واحد منكم عنده مشكلة اصلا في الconfidence؟ How are you doing guys? Have you got a problem with confidence? كم واحد منكم عنده مشكلة في الconfidence؟ اول ما بيدخل على الممتحنة، اول ما يدخل على الممتحنة بس بتقول له good morning. لا ليه يا ابني بقولك good morning، what happened؟ انا اسف جدا. صح، اي حد منكم عنده مشكلة في الconfidence، للأسف الموضوع محتاج شغل كتير هنقول عليه النهاردة. اول حاجة امتحان السبيكينج ربع ساعة، وبعد كده تدخل على ثلاث امتحانات ورا بعض. هو ده. هلو جايز، يا جماعه سامعيني ولا لا؟ جايز كان يو هير مي؟ هلو كان يو هير مي؟ هلو كان يو هير مي؟ يس ثانك يو فيري ماتش. وبعد كده عندنا ثلاث مهارات ورا بعض. الثلاث مهارات دولت هو ده بقى الفرح، ده الفرح الحقيقي بتاعنا. ثانك يو. امتحان ليسننج 40 دقيقه، ريدنج ساعة، رايتنج آخر حاجة ساعة. امتحان الآيلتس في أكاديميك دراسة جنرال هجرة، أوكي. امتحان السبيكينج ربع ساعة، وبعد كده تدخل قاعة ما تطلعش منها ثلاث ساعات مع بعض. 40 دقيقة listening، 40 minutes listening، 1 hour reading and 1 hour writing. Do you think you have a break or not? Do you think you can have a break during IELTS؟ هل تعتقدوا في امتحان الايلتس ان كان اكاديميك للدراسه او جنرال الهجره كان يو هاف ا بريك؟ هل ممكن تقول للراجل بس اخد ربع ساعه بس اروح بس ايه ادخل الحمام كده واجدد وضوئي وارجع لك؟ نو. طب اخد لي سجارتين بس؟ لا. طب الف لي سجارتين؟ لا. نو يو كانت هاف اني ثينج. ام سوري تو تيل يو ذس، ام ريلي سوري. واحده من أسوأ الحاجات في امتحان الايلتس ان ذير از نو بريك، مفيش بريك في الامتحان. عشان كده بنقول نصيحة قد تبدو تافهة. It's a kind of very simple but very important. قبل ما تدخل امتحان الايلتس لو انت هتذاكر لوحدك، I'm sorry، افطر كويس، الامتحان 3 ساعات. امشي شوية عشان الطاقة بتاعتك والتوتر. Number 3، روح على الحمام، go to the restroom، عشان ما تضيعش وقت جوه الامتحان. وانت داخل الامتحان ثلاث ساعات وربع speaking. بالمناسبة يا جماعة، هو امتحان الايلتس سكوره من كام؟ What is the final score of IELTS? Can someone tell me؟ هو سكور الايلتس من كام؟ أنا عايز أهاجر، محتاج سكور كام؟ أنا عايز أدرس في أمريكا، في ألمانيا، في الصين، في اليابان. Thank you very much. امتحان الايلتس الأكاديميك للدراسة جنرال للهجرة من جامعة كامبريدج، والامتحان لازم تنام كويس قبليه وتدخل الحمام، ولازم تفطر
والامتحان من 9. 9 يعني نيتيف سبيكر، انت صاحب اللغه، صاحب اللغه بيجيب 8 من 9، 7.5 اكسلنت. كل دي ارقام، يعني انت الدرجه النهائيه في الايلتس از 9. الامتحان زي ما حضراتكم واضح قدامكم، والسلايدز دي كلها هتجي لكم على فكره، لو انتم بعتوا رساله على رقم التليفون هيجي لكم كل الحاجات اللي قدامكم دي، هتجي لكم السلايدز، كل السلايدز هتجي لكم مع امتحان تحديد مستوى. امتحان الايلتس 4 مهارات: استماع، قراءه، كتابه، كلام. امتحان الايلتس 3 ساعات وربع، في كمبيوتر، في بيبر. انا دايما بنصح بالكمبيوتر لو انت كتابتك سريعه. بالمناسبه يعني ايه كتابتي سريعه؟ جايز كان يو سي ذا سكرين ولا لا؟ كان يو سي ذا سكرين؟ شايفين السكرين ولا لا يا جماعه؟ ما معنى كتابتي سريعه؟ يعني معنى اصح يكون سرعتك في التايبنج واصله ل 25 كلمه في الدقيقه. انا ممكن النهارده في اخر المحاضره اديكم موقع يقيس لك سرعتك، موقع اسمه typingspeed.com. لو حضرتك بجد عندك التايبنج سريع، go for the computer based، go for the computer. اما لو حضرتك بطيء في الكتابه وخطك وحش، فهذا هو الابتلاء، خطي وحش وكمان بطيء، ده ابتلاء شديد. ولكن انا نصيحتي لو خطك وحش وتايبنج بطيء، خليك في التايبنج عشان تحت الضغط تقدر تتحكم، احسن ما خطك يبقى وحش تقعد كل شويه تمسح. على فكره امتحان الايلتس من 9، انا عايزكم كلكم تاخدوا سكرين شوت. I want you guys to take a screenshot. ايه هي السكورز المطلوبه قبل ما اقول لكم اذاكر ازاي الايلتس، واديكم مواقع مهمه لمذاكره الايلتس، ونعمل امتحان تحديد مستوى لكم عن الكورس. قبل ما نبدا اي حاجه عايز اقول لك، اوكي، امتحان الايلتس لو انت جبت 8.37 فده السكور اللي كندا طالباه. كندا طالبه كام؟ 8 listening، 3.7 في التحدث والاستماع والكتابه. 8.77 for Canada for immigration. انت عارفين ده معناها ايه؟ ده معناها ان كندا عايزه مستوى عامل ازاي؟ انت متخيل؟ كندا عايزه واحد جايب 7.5 من 9 في الايلتس. Okay, who can tell me guys what does it mean? 7.5 معناها مستوى ايه؟ 7.5 مستوى معناها مش بس advanced، near native. عارفين يعني ايه near native؟ يعني انت اشبه بصاحب اللغه. هم مش عايزين واحد مستواه ضعيف، هم عايزين حد بيتكلم ازاي، هنقول لكم. اما استراليا عايزه 7، اما امريكا خاصة مؤسسة فول برايت الخاصة بالهجرة، سوري، الخاصة بالمنح الدراسية فول برايت التابعة للسفارة الأمريكية، طالبة 6. طيب أنا عايز أدرس في إنجلترا، 6 يعني مستواك فوق المتوسط، 6 من 9 في الآيلتس. طب أنا عايز أدرس في اليابان، في ألمانيا، لا كفاية عليك يكون مستواك متوسط، 5. أوكي، طب أنا لو سمحت عايز اكون عايز اسافر، عايز ادخل الجامعه الامريكيه، عايز ادخل نيو جيزا، انا كولادي كثانويه عامه محتاج 6 ل 6.5 في الايلتس. يا نهار ابيض، هي الارقام دي معناها ايه يا جماعه؟ Who can tell me what does it mean الارقام دي؟ هو مستوى، قبل ما نبدا انا هتكلم دلوقتي وتقولوا لي ده مستوى ايه. لو انا جيت ايه ده، ان شاء الله يا رب كلكم تسافروا، وسافرت مطار هيثرو في انجلترا، واول ما وصلت انجلترا الراجل في المطار بيقول لك عرف لي نفسك، فانت قلت له مي نيم محمد، مي ايجيبت، اي ايجيبت، ايجيبشن، مو صلاح، لاف انجلند، انجلند لافز مي، وي ار ا بيج فاميلي، اي لاف ايفري ون. لو انت وصلت بالمرحله ديت اللي هو مستوى بتاع بارني، اللي هو you love me I love you، this means ان انت ده مستوى بند أربعة، لا بيودي انجلترا ولا بيودي اي حاجة، ممكن يروح عندنا في دمياط في راس البر حاجات تانية، المهم مش دي مشكلتنا. however بند أربعة ما يوديش اي حاجة. امال هم عايزين ايه؟ actually they need something else. هم عايزين سكور في انجلترا مستوى 6 وكندا 7. 7 معناها ايه من 9؟ تعال اقول لكم يعني ايه واحد لغته 7 من 9. It means welcome to Canada. Oh my god, I'm so happy. My family and I are going to start from zero to hero and we're gonna make it. I really feel over the moon that I'm here. وانت بتتكلم رقم 1.
انت بتاخد بالك من الجرامر، ما قلتش my family and me، قلت my family and I. We're so happy that we're starting from zero to hero. وعندك يا صاحب اللغة القوية يا سبعة ونص idioms. عارفين يعني ايه idioms؟ يعني مصطلحات ثقافية، يعني بتقول أنا مزاجي فوق السماء، I am over the moon، ولما بتكلم رقم ثلاثة ما عنديش تحتها. عارفين يعني ايه تحتها؟ يعني ما عنديش and I think that ما فيش الكلام ده خالص. ولكن لو انت عايز توصل للمستوى ده محتاج وقت قد ايه؟ امتحان الايلتس، هجرة، دراسة، منح دراسية، تحسن شغلك، بتحسن لغتك. however لازم يكون عندك جرامر صح وجرامر متنوع. عشان كده دايما احنا بنرفض ناس كتيرة في المنح الدراسية لما بنعملهم انترفيو. قدم نفسك، my name is محمد، I am a teacher، I love my students، I am good، I love my job. بالرغم ان الجرامر بتاعه صح بس الجرامر بتاعه مش متنوع، لازم تنوع. وكمان جملك تكون متصلة ببعضها عن طريق روابط. روابط زي ايه؟ لما تقول my name is Muhammad and my name is Muhammad and I work as a teacher although بالرغم ان الوظيفة دي صعبة although this is a difficult job I enjoy it. كلمة although عملت نوع جملة اسمه complex، كلمة and عملت نوع جملة اسمه compound. خدتوا بالكم؟ انت ممكن يكون مستواك كويس بند خمسة بس ما فيش حد هياخدك عشان الناس عايزة ستة وسبعة. جرامر صح، جرامر متنوع، فوكابولري صح. رقم أربعة، نطقك مش أمريكي ولا بريطاني، أمال نطقك إيه؟ مفهوم. أنا مش فاهم الآيلز ده عايز مننا إيه؟ الآيلز عايز إيه؟ وأنا ممكن أوصل في قد إيه؟ أنا محبط، أنا متضايق. لو أنت محبط ومتضايق وزهقان، اتفضل بص على الدراسة دي من جامعة كامبريدج. نتخيل بعد امتحان تحديد المستوى وبعد ما اطمننا على مستواك قلت لك انت الحمد لله مستواك بند خمسة. بند خمسة معناها انت مستواك B1، مستواك متوسط. يعني انت مذاكرتك في حياتك انت عامل لحتى الان 350 ساعة مذاكرة انجلش. ولكن امريكا وكندا عايزين مستواك يكون 700 ساعة مذاكرة. الفرق ما بينهم قد ايه؟ دي دراسة عملتها جامعة كامبريدج، وانا كاتب حتى الرابط تحت لكل مدرسين الانجليش. لما حد يجي لك شاب طموح ما تقولوش في خلال 10 ايام ممكن توصل، تقول له الواقع، تعمل له تحديد مستوى وتقول له مستواك ده محتاج في النص كده 300 ساعة مذاكرة. معناه ايه 300 ساعة مذاكرة؟ يعني حضرتك لو ذاكرت ساعتين لثلاث ساعات في اليوم انت محتاج حوالي اربع شهور وتوصل. اربع شهور بس اذاكر ازاي؟ قول لي اذاكر ازاي؟ مهم جدا تعرف الايلتس هو اسئلة تكنيكس ولغة قوية وهدوء اعصاب. وقف يا ابن الاستاذ، وقف خالص. مين يقدر يقول لي الثلاث نقط؟ لو انت طلعت بالمحاضره دي من ثلاث نقط دي خلاص، معادله الايلتس هي ايه؟ انا عايز حد يكتب لي الثلاث نقط. انا عايز اجيب سكور كويس في الايلتس، انا عايز ادرس، انا عايز اهاجر، انا عايز احسن لغتي. لو انت عايز تجيب سكور كويس يو نيد 3 ثينجز. ايه هم الثلاث حاجات اللي حضرتك محتاجهم؟ محتاج ثلاث حاجات. واحد، لغه كويسه. ايه كمان؟ لازم يكون عندي لغة، جرامر كويس، يكون عندي فوكابلري كويسة، نطقي يكون واضح، لا أمريكاني ولا بريطاني بس نطقي مفهوم. واحد، لغة. اتنين، ده الأساس، ده أساس العمارة. رقم اتنين، أفهم الأسئلة والتكنيكس وطريقة الحل. تلاتة، هدوء أعصاب. سؤال ليكم، مشكلتكم في إيه يا جماعة؟ لو أنا قسمت اللغة أربع مهارات وقلت لك لازم تعرف ان الايلتس ثلاث حاجات، لغه، تكنيكس، وهدوء اعصاب، قول لي بقى كده انتوا مشكلتكم في ايه؟ What is your major problem؟ واحد، انا عندي ماتيريال كتيره، عندي ماتيريال كتيره. على فكره في ناس منكم اللهم بارك عندهم ماتيريال اكتر مني،
والله العظيم في عندهم ناس ماتيريال بيحملوا فولدرات، وكل يوم يصحى الصبح يطمن على فولدرات ويقفل اللابتوب تاني. بامانه والله العظيم كم الماتيريال اللي عندك موقع، فمخليك متعصب جدا. واحد، لازم نشتغل على اللغه. رقم اتنين، افهم الاسئله واعرف اكتب ازاي. رقم ثلاثة، محتاج اهدي اعصابي. رقم اربعة، ليا طلب يا جماعه عشان نبدا صح. ايه رايكم؟ ممكن ترموا كل الماتيريال اللي عندكم وتركزوا على اللي انا هديه لكم النهارده. النهارده انا هديك مواقع تذاكر منها، ولو سمحتم وانتوا بتذاكروا كل مهاره ركز لي على ماتيريال كامبريدج. جامعه كامبريدج هي اللي مطلعه امتحان الايلز، وجامعه كامبريدج الكتب بتاعتها موجوده على جوجل، وجامعه كامبريدج بتقول لك عشان تجيب سكور في الايلز محتاج لغه كويسه. لغه يعني جرامر، فوكابلري، نطقك واضح، لازم تكون فاهم التكنيكس. تكنيكس يعني فنيات الحل، طريقه حل كل سؤال، اكتب ازاي الاسي، المقال اكتبه ازاي، اسمع ازاي، ازاي اسمع واركز، ازاي اقرا واجيب الاجابه بسرعه، ازاي اتكلم بسلاسه من غير تهته، دي اسمها فنيات اللغه. واخر حاجه، كل ده محتاج هدوء أعصاب، وهدوء الأعصاب بيجي من التوفيق من ربنا سبحانه وتعالى وحسن ظنك بالله. إن شاء الله هعمل اللي عليا، I will do my best and God will do the rest. وأهم حاجة قبل ما أدخل الامتحان لازم أكون فاهم شكل الامتحان إيه. Listening, speaking, reading, writing. وقبل ما تقدم على الامتحان تشتغل على اللغة بتاعتك، تشتغل على هدوء أعصابك، وتفهم طريقة الأسئلة في كل مهارة. بسم الله. بسم الله معانا كده، اكتب ورايا النقط اللي أنا أقولها لك. امتحان السبيكينج يا جماعة مدته قد إيه؟ How long is the speaking exam? Can you please tell me? How long is the speaking exam? امتحان السبيكينج مدته ربع ساعة. ربع ساعة. هتدخل أول حاجة هتتسأل عليها إيه؟ What is the first thing, guys? Can you please tell me? If you are going to study speaking, أول حاجة أول ما تدخل على الممتحن هيقول لك طلع لي البطاقة، طلع لي البطاقة والباسبور. Can you show me your ID please? إيه ده؟ يعني أنا لو نسيت الـ ID ونسيت البطاقة مش هدخل الامتحان؟ لا، مش هتدخل الامتحان. لازم أول حاجة يسألك على حاجة إثبات شخصيتك. Show me your ID please. Show me your passport. وأنت داخل على الممتحن انت داخل مبسوط جميل مرتاح جميل جدا ولابس الفيس ماسك عشان الكورونا، وانت داخل على الممتحن مبتسم. ولكن هل دايما الممتحن مبتسم يا جماعه؟ Hello, do you think ممتحنين كامبريدج في الايلتس they're always smiling and welcoming؟ للاسف كتير منهم جد جدا، ناس محترمه جدا، ناس ما شاء الله very professional. But I want to tell you، اوعى اوعى تكون من جواك طيب وغلبان وبتضحك ومسكين وتعبان، تدخل يا فنان تلاقي التنين مستنيك وانت مدي الامان. يعني بمعنى صح انت داخل بتقول ما تقلقش ان شاء الله كل حاجه كويسه، انا هدخل على الممتحن اقول لها هلو هاو يو دوينج، فتدخل تقول لها هلو هاو يو دوينج هاف ا سيت بليز. يا نهار ابيض دي مكشره. شو مي يور اي دي. اوكي هير وي جو. Thank you. بعد ما بصيت على البطاقة. Next point. الامتحان 3 parts. Part 1. أسئلة شخصية 5 دقايق. 5 minutes. Personal questions. Part 1. خدتوا بالكم من حاجة؟ الامتحان ربع ساعة. Part 1 أسئلة شخصية. أسئلة شخصية زي إيه؟ What's your name? How often do you go to the gym? How often or often؟ الاثنين صح. How often do you go to the gym? مين هو مثلك الأعلى؟ Do you grow plants? هل بتحب النباتات ولا لا؟ سؤال ليكم يا جماعه، لما اجاوب في امتحان السبيكنج اجاوب جمله كامله ولا كلمه قليله؟ يعني واتس يور نيم محمد، هو از يور رول موديل، مين هو مثلك الاعلى؟ الحاج ماي فادر، هو دو يو جرو بلانتس، هل انت بتزرع نباتات؟ نو. اوكي بتروح الجيم؟ نو اي دونت جو تو ذا جيم. هل ينفع جملك كلها تبقى قفوش مش نعنوش، كل جمل صغيره جدا جدا؟ I want to tell you. لو انت اديت جمل قصيره simple 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 السكور بتاعك ان شاء الله هيطلع simple.
عشان مطلوب منك مش مهم اعرف عن حياتك ولا يهمني اعرفك اصلا، انا يهمني اشوف اللغه بتاعتك. فالامتحان استعراض، you are showing off your language. So when I ask you what's your name, you should say my name is. My name is Muhammad and my surname is Musa. And I work as a teacher. How often do you go to the gym? انت بتروح الجيم كم مره؟ مش عيب تجاوب بالنفي، مش عيب تقول له في امتحان السبيكنج انا ما بروحش الجيم اصلا، انا ما عنديش وقت. No, I don't go to the gym because I work around the clock. انا مطحون شغل. اول ما بتخلص بارت 1 في 5 دقايق والامتحان متسجل بالكاسيت. By the way guys, who can tell me هو ليه امتحان السبيكنج متسجل بالكاسيت؟ امتحان السبيكنج ربع ساعه انت والممتحن لوحدكم او الممتحنه وفي كاسيت في النص، هو ليه الامتحان كله متسجل بالريكوردينج معلومه لحضراتكم في هذه المحاضره؟ عشان انت لو مش راضي على نتيجتك تقدم شكوى وتعمل ريماركينج. ريماركينج يعني اعاده تصحيح. فبنرجع للكاسيت ونسمع لو انت عملت اعاده تصحيح، فلنفرض ان انت جبت 6 من 9، فتقول 6 ليه؟ انا محتاج اجيب 7، انا اعتقد ممكن اجيب 7. فبيرجعوا للريكوردينج ويسمعوك في بارت 1، ايه اخبارك في بارت 1 بيرسونال؟ على فكره بعد ما بتخلصوا بارت 1 بيدخلك على بارت كام؟ امتحان السبيكينج 15 دقيقه انت والممتحن، 3 بارتس، بارت 1 بيرسونال كويستشنز، بارت 2 كيو كارد. What does it mean guys, كيو كارد؟ What does it mean كيو كارد؟ كيو كارد معناها انا هديك موضوع، اتفضل، هديك موضوع في ورقه بره وهديك ورقه فاضيه، I'll give you a paper and a pen، وهسيبك لمدة دقيقة تكتب أفكار، وبعد ما الدقيقة تخلص في التحضير أنت تتكلم لمدة دقيقة ونص. مرة تانية، خلصت بارت 1 أسئلة شخصية عن حياتك ودراساتك والسكن بتاعك والحي بتاعك، هدخلك على بارت 2. بارت 2 is what part 2 is. هديك يو كارد موضوع، الموضوع دوت في ورقة ومعاك ورقة فاضية وقلم رصاص مرسام. You take notes، تقعد تاخد notes. واقول لك اتفضل اتكلم لمده دقيقه ونص. Guys, do you think this is easy or difficult? What do you think guys? هل تعتقد الموضوع ده سهل ولا صعب؟ لو انا اديتك موضوع زي describe your favorite movie، اتكلم عن فيلمك المفضل، ايه اسم الفيلم، ايه فكره الفيلم، هل انت بتحب الفيلم، شفته مع مين، ايه رايك؟ فانت لو جالك موضوع من الموضوعات ديت الموضوع سهل جدا 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 جدا. However، المشكله الحقيقيه هي ايه؟ المشكلة الحقيقية هي حاجة، إن شاء الله ما فيش حاجة صعبة، إن شاء الله ما فيش حاجة صعبة أصلاً في الدنيا كلها ما دام أنت بتجتهد وعندك حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، ما تقلقوش. However، الحاجة الوحيدة اللي صعبة عندنا، من غير بقى زعل، أنا أول مرة أقولها يا جماعة في المحاضرة. Ideas. يعني إيه Ideas؟ السؤال الثاني، لو جالي توبيك أنا ما بحبوش، هل في امتحان السبيكينج اللي مدته ربع ساعة هل ممكن اقول له غير الموضوع؟ What do you think guys? هل can I say please change the topic? هل ممكن اعمل كده؟ ايه رايك يا جماعه؟ يعني هل ممكن يجي لي التوبيك اقول له I am sorry, I don't like the topic, change it. ايه ده؟ change it please, I don't like it. ودي له في وشه على طول. No, you can't do that. No. لا. ده انت الكارت بتاخده ده رزقك ترضى بيه وتسكت. خلاص. This is your final cue card. وسؤالي المهم لحضراتكم، very very important، اجيب ideas منين؟ الموضوع سهل وانا هتكلم، بس المشكله ان انت مطلوب منك تتكلم لمده دقيقه ونص، يعني الست الممتحنه ماسكه الستوب واتش وبتعد لك وقتك قد ايه في بارت 2. ف نمبر 1 انا هتكلم عن الفيلم اللي انا بحبه، فاقول I like Titanic. Titanic is really good, amazing. Titanic is an amazing movie because it is romantic. الفيلم تايتانيك رومانتيك جدا. And by the way، وانت تبص للممتحنة وتقول لها وانا برضو رومانتيك. And I'm also romantic. So the Titanic is so romantic and I'm also romantic. And I think it's a good idea. I watch the movie every day. I like NBC too. بس خلصت. يا نهار ابيض. الست تبص على الساعة بتاعتها. يا جماعة ركزوا في هذه المحاضرة قوي. الست تبص على الساعة تلاقيك عملت 40 ثانية وقعدت تقول تايتانيك جود
music is amazing, action, the ship sank into the ocean, people were freezing. أول ما أنت توقف كلامك 40 ثانية هتعمل إزاي بإيديها؟ هتقول لك بإيديها، هتعمل لك الحركة دي. كمل. Please continue. You have to continue. عشان مطلوب منك إن أنت تتكلم لمدة 90 ثانية دقيقة ونص، مينيموم 90 ثانية، وماكسيموم 120 ثانية يا دقيقتين. مشكلتكم الحقيقية إن التوبيك سهل، بس أنتم محتاجين تتعلموا بجد وتدوروا لوحدكم. لو هتذاكر لوحدك ازاي تعمل برين ستورمينج ايدياز، ازاي يجي لك فكره، ازاي تتكلم عن الفيلم، الحاجه الحلوه والوحشه، بوزيتيف نيجاتيف، الماضي الحاضر، هعمل ايه في المستقبل، شفته مع مين، احب اروحه تاني ولا لا. احاول استخدم طريقه في الاسئله اسمها WH questions. ازاي في طرق كتير احنا ممكن ندرسها مع بعض تولد افكار، to trigger ideas for brainstorming. عشان انت لو اتكلمت اقل من دقيقة ونص هتنقص. You have to come up with ideas to fill in 90 seconds or 2 minutes of speaking non-stop. على فكرة بعد ما الدقيقة ونص بتخلص الممتحنة بتقول لك ايه؟ بعد ما الدقيقة ونص بتخلص بتوقف الستوب واتش بتقول لك thank you very much وتدخلك على انهي بارت. مهم جدا قبل ما تدخل الامتحان تكون فاهم الاستراكشر، شكل الامتحان ايه. بارت 3 بعد ما خلصت اسئله شخصيه وبارت 2 هتدخلك على بارت 3. عارفين بارت 3 هو ايه؟ هتناقشك في اللي انت اتكلمت فيه، بس هتناقشك بشكل مجتمعي. يعني هتجيب لك موضوعات ليها علاقه بالمجتمع والناس والشعب. يعني هتقول لك ايه رايك في المشاهير بتوع الافلام؟ هل مشاهير الافلام في بلدك بيأثروا على الشباب؟ Do you think celebrities have a positive or a negative effect on you؟ سؤالي ليكم، ما دام ده موضوع discussion، هل ينفع اتكلم عن حياتي الشخصيه؟ Can I talk about my personal life? Guys, please answer me. What do you think؟ ما دام هي بتناقشني عن المجتمع والناس، وهل انت شايف الفنانين زمان غير فنانين دلوقتي، هل ينفع اقول ولا انت عارفه اخويا حماده، اخويا حماده بيموت في محمد رمضان، هل ينفع تتكلم عن اخوك حماده واختك نوسه والكلام ده كله؟ No, you can't say that. Okay, you can't say that. You should not ever. اوعى 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 تتكلم عن حياتك الشخصيه في امتحان بارت 3. حياتك الشخصيه فوق بس في بارت 1. بارت 2 الايدياز تطلع، اما بارت 3 موضوعات فيري جنرال. سؤالي ليكم، هو انت وانت بتتكلم الممتحنه بتعمل ايه؟ هالو كان يو تيل مي، وانت قاعد تتكلم الممتحنه بتعمل ايه؟ حاضر يا ياسمين هقول لك دلوقتي. وات يو ثينك جايز، لو انت قاعد في الامتحان وتلاقيت الممتحنه ربع ساعه مش بتبص لك، هي ربع ساعه بتكتب ايه؟ بتكتب نوت، تاخد نوت 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 يس. She's taking notes. بتاخد نوتس عن ايه بالظبط؟ واحد، هل بتاخد نوتس عن ايه بالظبط؟ الحاجات اللي احنا هنبص عليها. هو ده شغل الكورس بتاعنا. شغل الكورس، حاضر يا حاضر يا سعاد، شغل الكورس بتاعنا ان احنا بنعرفك ايه هي طريقه التصحيح. رقم واحد، بتبص على الجرامر بتاعك. هل انت بتلخبط في الازمنه؟ هل انت مثلا بتقول in the future I wanted، انا في المستقبل انا كنت عايز، حول الازمنه ده موجود؟ هل انت عندك لخبطه في الازمنه؟ رقم اثنين، هل انت عندك تحتها؟ تحتها يعني ايه؟ and I think that if I travel one day. على فكره لو انت الانجليش بتاعك رائع وعندك تحتها كتير تجيب سكور كام من 9؟ ركز معايا، انا هديك نصايح مهمه جدا. لو انت الانجليش بتاعك رائع ونطقك حلو، نطقك مفهوم يعني، however you have pauses, hesitation, if you have hesitation and pauses you will score band 5.5 or 6 maximum. لو انت عندك تحتها، حاضر يا فايز، if you've got pauses and hesitation اقصى حاجة هتجيب 5.5 و6. هل انتوا عارفين ان التحتها دي عايزة تدريب؟ هل انتوا عارفين ان التحتها دي عايزة تدريب؟ تحبس نفسك قبل ما تتكلم. Well, yes. هل انت عارف ان انت بنستخدم طرق معينة عشان نتخلص من التهتهة، منها الفيلرز؟ فيلرز زي ايه؟ فيلرز زي
Well, I'm not sure. Let me think. اوعى تقول no. وانت بتتكلم الممتحنه بتاخد الجرامر بتاعك. هل عندك ده؟ ايه اخبار الفوكابلري؟ الفوكابلري، هل عندك كلمات كتيره ولا ما عندكش غير كلمه واحده؟ I like, I like, I like, I like. انت ما عندكش كلمات تانيه غير I like؟ هل ما عندكش كلمات وحصيلة كلمات تسمعها؟ Do you have vocabulary bank or not? You should provide something called a variety of vocabulary. وعلى فكرة بالمفاجأة ليكم، أي حد عايز يجيب سكور 7 في الـ speaking and above, you should do something called using idioms. عارفين يعني إيه idioms ولا لأ؟ ما معنى كلمة idioms؟ idioms يعني مصطلحات ثقافية. وأنت بتتكلم الممتحنة بتسمع، هل أنت عندك تعبيرات ثقافية؟ كل ثقافة عندنا في حاجة اسمها تعبيرات مجازية. عارفين تعبيرات مجازية زي إيه كده؟ زي في العربي عندنا وفي اللهجة المصرية لما حد بيستنى حد يقول لك يا عم نفض له. يعني إيه احلق له؟ احلق له يا عم، نفض له. دي مصطلحات مجازية، مش معناه بجد إن أنت هتحلق له، ده معناه إن أنت هتسيبه وتمشي يعني. Therefore إحنا كمان عندنا في الإنجليش مصطلحات ثقافية. الست الممتحنه بتشوف، واشهر مصطلح عندنا اسمه ايه؟ ايه اشهر مصطلح في الانجليش، تعبير في الانجليش ممكن تذاكره من دلوقتي ومعناها انا مشغول طول الوقت، انا مطحون طول الوقت. ما معنى كلمه مشغول طول الوقت؟ مشغول طول الوقت وانت بتتكلم عن حياتك الشخصيه وبتتكلم عن الشغل فتقول I work around the clock. I work around the clock. I work around the clock. احذر، تحذير. عندك لغة كويسة وما عندكش تحتها والفوكابلري بتاعك متنوع، تحذير. ممكن ما حدش يكتر من الايديومز، بس خلوا بالكم بس، يعني مش عشان انا قلت ايديومز في المحاضرة دي فانت هتطلع تذاكر 30 مصطلح مجازي، لدرجة ان في بعض الطلبة من كتر حبهم للايديومز كل سؤال بيجاوب عليه بايديوم. اسمعوا الكوميديا، بيقول لك في طلب عندي حفظ ايديوم معناها الموضوع سهل قوي، piece of cake. piece of cake يعني تعبير معناها الدنيا سهله. فممتحنه لسه داخله وبتقول له اسمك ايه؟ واتس يور نيم؟ اول سؤال هيتسالك واتس يور نيم؟ فقال له او ماي جاد، السؤال بتاعك ده piece of cake. This question is a piece of cake. وبصراحه I feel over the moon that I met you. قال لي بص من الاخر كده انا نزلت عليها رازع كل سؤال ايديوم، اديله ايديوم في كل سؤال. جاب سكور كام ده يا جماعه؟ جاب سكور كام؟ كل ما بتزود التكنيك ده بقى السؤال، كل ما تزود التكنيك كل شويه هزود هزود هزود، كل ما زود التكنيك كل ما السكور بيقل. عشان كده بنصحكم، جاب 5 بند 5 بالرغم ان عنده لغه كويسه وما عندوش تحتها والفوكابلري كويس، بس ما فيش حاجه اسمها استخدم ايديومز طول الوقت. واخر حاجه نصيحه ليكم في المحاضره دي، كم واحد منكم بيستخدم عربي كتير في النص؟ كم واحد منكم في الانجليش بتاعه الست الممتحنه بتقعد تكتب؟ هل اللغه الام بتدخل في الكلام ولا لا؟ اللغه الام يعني ايه؟ كم واحد منكم عنده الكلمه دي؟ يعني ان شاء الله، اي ما شاء الله، كلمني عن مثلك الاعلى، ماما، ماي ماذر، اللهم بارك، شي از اميزنج، ما شاء الله عليها، شي از ريلي وندرفول، and ان شاء الله I will take her to do عمره. كم واحد منكم عنده الخاصيه دي؟ خلي بالكم لو انت عندك عربي كتير اعرف ان انت مصيرك بند 5 ولازم تتخلص من هذه العاده. واخيرا بتبص على النطق بتاعك. ايوه بتبص على النطق بتاعك، هل النطق بتاعك مفهوم ولا لا؟ طب سؤال يا دكتور محمد، هو الكورس ده بيقدم لنا ايه؟ الكورس دوت لو انت ناوي تذاكر معانا واحد، ايه رايكم لو انا اديت لكم كل التوبكس المهمه؟ ايه رايك يا جماعه؟ عشان في حد قال لي انا ما عنديش افكار، ايه رايكم ان انا داخل الكورس اديك حاجه زي دي؟ قناه مقفوله يوتيوب فيها كل الموضوعات المهمه. ايه رايك ان انت وانت رايح الشغل بدري او ماشيه في الجيم او حضرتك قاعده في المطبخ وبتربي عيالك السماعات في ودانك public figure, not only in Egypt, but also in the Arab world. بسمع، بحسن نطقي، بحسن الفوكابولري، بوفر وقت في المذاكرة. ذاكر عن طريق السمع، وانت في الشغل رايح بتسمع في الكاسيت،
راكب التيك توك رايح المدرسه بتسمع، رايح الجيم بتسمع، اسمع كتير وهديك كل التوبكس المعروفه. الموضوع مش سر، مهم جدا تعرف ازاي حضرتك جوه الكورس هنديك الكلام ده. طب انا عندي مشكله في التهته، ايه رايكم نكلمكم في التليفون، نكلمكم في التليفون ونعمل معاكم امتحان سبيكينج؟ ايه رايكم نعمل امتحان زوم على زوم معاكم؟ ايه رايكم اديكم التوبكس كلها المتوقعه في يوليو اغسطس؟ جامعه كامبريدج مش عايزه تختبر افكارك، هي بتختبر لغتك. عشان كده هوت هنطلب منكم جوه الكورس تبعتوا لنا فويس نوت لموضوع، هتبعت لنا، هبعت لكم امتحانات سبيكينج في التليفون نكلمكم على زوم نشوفكم ونديكم الموضوعات تسمعوها كل يوم على الواتساب من 8 الصبح ل 10 بالليل ننزل لكم بي بي سي. ولكن لو انت هتذاكر لوحدك احسن حاجه تحسن لك اللغه هي ايه؟ Who can tell me guys what do you think؟ لو انا هذاكر لوحدي انا هعمل سيلف ستادي ومش هاخد حاجه خالص منك، لو انا عايز احسن السبيكنج احسن حل هو ايه؟ ان انا اشتغل على الليسننج. اقصى حاجه لو انت بجد شاطر خلي الليسننج يحسن لك السبيكنج. ايوه، وكل يوم تسمع بي بي سي ليرنينج انجلش، كل ما تسمع اكتر هتتكلم احسن. Yes, and I want to tell you something quite interesting guys. If you want to do self study, I advise you. انا منصحك لو انت هتعمل مذاكرة لوحدك ان انت تبدأ تذاكر عن طريق امتحانات الليسننج بتاعت الايلتس. بسم الله الرحمن الرحيم. هو امتحان الليسننج الاستراكشر بتاعه عامل عباره عن ايه؟ كم سؤال يا جماعه؟ You can tell me مده الامتحان عامله ازاي؟ تعالوا كده نشوف مع بعض شكل امتحان الليسننج. امتحان الليسننج اللي هيفيدك في السبيكنج، امتحان الايلتس في اكاديميك دراسه جنرال هجره، امتحان الايلتس اربع مهارات، سبيكنج ربع ساعه، اما الليسننج 40 دقيقه، 40 سؤال، اربع بارتات، 4 بارتس، بارت 1، بارت 2، بارت 3، بارت 4، 40 questions in 40 minutes. سؤال، هو انا قاعد جوه الامتحان بسمع في سماعات كبيره سبيكرز ولا هيدفونز؟ What do you think guys؟ بعتقد وانت في امتحان كامبريدج ليسننج، امتحان الليسننج اللي بعتبره سر نجاح ناس كتير في السبيكنج، وانت قاعد في الامتحان بتاع الليسننج، امتحان الليسننج 40 دقيقه، 40 سؤال، 4 بارتس، وحاطين هيدفونز. ما عدا امريكا وانجلترا. امريكا وانجلترا الطلبه بتوعي اللي بيدرسوا اللي عايشين في امريكا وانجلترا وبياخدوا ايلتس معايا بيروحوا القاعات هناك في امريكا وانجلترا بيلاقوا سماعات كبيره في قاعه. نسيت اقول لكم يا جماعه، هو امتحان الليسننج بيشتغل اكتر من مره ولا مره واحده بس؟ What do you think guys؟ 40 سؤال، 40 دقيقه، الامتحان بيشتغل كم مره؟ I'm really sorry guys to tell you this. اسف جدا اديكم الخبر ده، بس الحقيقه ان امتحان الليسننج is played once only. Oh my holy god. Don't you think this is quite stressful guys? What do you think? Don't you think this is stressful? ايه رايكم يا جماعه؟ مش انتوا شايفين ان انا امتحان الليسننج 40 سؤال، 4 parts بيشتغل مره واحده؟ هل ده ممكن يعمل لك ستريس ولا لا؟ It's very stressful. عشان كده انتوا عندكم مشكله كبيره بحذركم منها، ما دام انت هتذاكر لوحدك. بحذركم من حاجه اسمها snowball effect، تاثير الدومينوز او تاثير الكره الثلج. تدخل الامتحان okay no problem at all thank you مصطفى، تدخل الامتحان السؤال الاولاني يقع منك يحصل لك ايه؟ الامتحان كله على بعضه 40 سؤال، كله 4 parts، كل بارت 10 اسئله، 12 سؤال، 8 اسئله، اجمالي الاسئله 40 سؤال، كل سؤال عليه درجه واحده. لو سؤال واحد وقع منك يحصل لك ايه؟ What do you think guys؟ اللي بيحصل لكم، وخلوا بالكم لوجه الله نصيحه، تدخل الامتحان وخلوا بالكم ان الليسننج هو اول امتحان في الايلتس، يعني انت داخل القاعه اول حاجه بتشتغل هي الليسننج. نصيحه لوجه الله، don't panic. ولو السؤال وقع شوف اللي بعدين.
بلاش يحصل لك زي الطلبه بيحصلون في الامتحان، تلاقيه مره واحده يتردد ويخاف ويبص حواليه وحاسس ان الدنيا وقعت، ويبدا السؤال يوقع السؤال اللي بعديه، يوقع البارت، يوقع له امتحان الريدنج، يوقع له نفسيته. خلي بالك امتحان الليسننج بيشتغل بانهي اكسنت؟ Which accent, guys? Can you tell me? امتحان الليسننج متسجل بانهي كاكسنت بالكامبريدج يونيفرستي؟ هل انت هتسمع البريتش ولا امريكان ولا استراليان؟ What do you think, guys? Thank you, Hannah Hani. Thank you, Allah. Thank you, Muhammad. I want to tell you, 40 سؤال في 40 دقيقة، ولكن الأكسنت الرئيسية بريطانية. بنسبة 70% من الأسئلة British accent. British accent. Guys, I need to tell you. Can you tell me, please? Do I speak in a British accent or American accent? What do you think? سؤال ليكوا كده. When I speak, do I speak the British accent or the American accent? My accent is what? Thank you very much. My accent is mainly British. My accent is mainly British, not American. طب احنا كطلاب احسن ازاي الاكسنت بتاعتي عشان اتعود على امتحان الليسننج؟ What do you think, guys? Can you tell me? My accent is mainly British, but my question is, how can I improve my accent? ازاي احسن الاكسنت بتاعتي؟ المفاجأة ليكم ان في امتحان الايلتس هيجي لك من ال 40 سؤال 70% باللهجة البريطانية، 20% لهجة استرالية، لهجة امريكية، 5% ل 10% من الامتحان الليسننج Indian accent. خلوا بالكم Indian or any other non-native. طب نحسن ده ازاي؟ اسمعوا النصيحة دي، ما حدش يتخض مني لما اقول لكم ان امتحان الليسننج هو British accent، بس انتوا جوه الامتحان هتسمعوا اللهجة البريطانية والامريكية والاسترالية والهندية والمكسيكية ولاتين امريكا. واجمل حاجة لازم تعرفوها، لكل واحد متعود على اللهجة الامريكان الحق بسرعة حمل ابليكيشن على الموبايل اسمه BBC Learning English. عشان كده احنا في الكورس بتاعنا على جروبات الواتساب كل يوم 6 الصبح نختار لكم موضوع BBC Learning English. You have to be familiar with the British accent. يعني ايه British accent؟ British accent يعني حرف الR في الاخر بيقع. We drop the R at the end. فلما تقول لي حفلة تقول لي party, part one, part two, the R is dropped. يعني ايه British accent؟ ده اللي احنا هنعمله مع بعض في الكورس. في اول اسبوع عايز ابعت لكم فيديو ليا بيشرح تفاصيل اللهجة البريطانية عشان تبقى متعود عليها، عشان لما تسمع امتحان الليسننج واحد يقول لك oh my god I can't do that I can't، لما تسمع البريطانيين وما بيقولوا schedule جدول، كلمة جدول معناها schedule، الأمريكان بيقولوا schedule، الأمريكان بيقولوا category، البريطانيين بيقولوا category، dictionary American، British will dictionary. You have to be really familiar with the British accent if you want to master the IELTS listening. لو انت عايز تحسن سكورك في listening لازم تتعود على اللهجة البريطانية. الامتحان بيشتغل مرة واحدة والامتحان 40 سؤال، ولكن بص يا جماعة، بصوا 8 أنواع أسئلة، 8 أنواع أسئلة هيقولك في الليسننج. في سؤال أكمل، في سؤال خريطة، في سؤال اختيارات متعددة. وسؤالي لحضراتكم، هل تعتقدوا في امتحان الليسننج هيديك الإجابة بشكل صريح؟ What do you think, guys? المحاضرة دي مهمة جدا ليك لو هتذاكر لوحدك أو هتذاكر معانا. Do you think إن إحنا في امتحان الليسننج دايما الإجابة بتيجي بشكل صريح؟ لا. عشان كده حضرتك أنا عايزك النهاردة تدخل وتكتب على جوجل listening tips and tricks. أيوة طبعا في فرق كبير ما بين اللهجة البريطانية والأمريكية. And I want to tell you something really important that أنت لو عايز تسمع لازم تدخل على جوجل. لو هتذاكر لوحدك هديك مواقع النهاردة تذاكر لوحدك، وهقول لك تكتب جوه جوجل listening tips and tricks، وهتتعود على حاجة غريبة جدا في امتحان الليسننج، إن هم عمرهم ما بيدوا الإجابة directly. يعني إيه؟ يعني لو في اتنين عايزين يتقابلوا مع بعض ومطلوب منك تكتب تاريخ المقابلة، مش هيديكوا التاريخ من أول مرة. هتلاقي الاتنين بيتكلموا مع بعض
وهما بيتكلموا بيقولوا ايه؟ هل تحب اقابلك يوم الاحد؟ Would you like to meet me on Sunday؟ فالتاني يقول له No, no, Monday is good. You know what? I'm busy on Monday. Let's make it Tuesday. Okay, can we make it next week? ويقعدوا هما الاثنين يتفقوا وتحس ان هما ناس مهزوزه وتقول يا رب وانت جوه الامتحان يا عم دول جايبين لي ناس سايكو ولا ايه؟ ايه الناس المهزوزه دي؟ يا عم ما تتفقوا على ميعاد بقى. دايما في امتحان الليسننج بتاع الايلتس بتلاقي الناس هما بيتكلموا يروح ويجي يروح ويجي لغايه ما في الاخر يقول له اوكي سو ليتس ميك ات نيكست فرايداي ذن اوكي سو بي ات نو بروبلم. بعد ما الاثنين بيتخانقوا بيتفقوا في الاخر يكون انت تهت منهم. عارفين يعني ايه توهان بالانجلش؟ نصيحه لوجه الله، وانت بتحل امتحان الليسننج خلي بالك قوي من كلمه ديستراكشن. عارف يعني ايه ديستراكشن؟ 40 سؤال بيشتغلوا مره واحده وانت بتحل ركز ان هما بيشتتوك بيعملوا تشتيت. يعني ايه ديستراكشن؟ يديك معلومه زياده يقعدوا يلخبطوا بعض. طب احنا في الكورس المفروض نعمل ايه؟ لو انت ثانك يو فيري ماتش انديد، ولو انت معانا لو انت هتذاكر لوحدك هديك مواقع، اما انت لو هتذاكر معانا فرقم واحد انا هديك فيديوهات متسجله ليا جوه خطه دراسيه عشان تتفرج عليا وانا بحل الامتحان واقول لك ازاي كل نوع سؤال يتحل. يعني ايه خطه دراسيه؟ خطه دراسيه معناها استادي بلان شكلها عامل ازاي؟ اتفضلوا ده كده الاستادي بلان مثلا الراوند فاتت اهو. الاستادي بلان خطه دراسيه عباره عن 5 ايام في الاسبوع، داي 1 داي 2 داي 3 داي 4. والجميل في الموضوع وانت بتحل ليسننج معايا هجيب لك فيديوهات مختصره. يعني ايه؟ جوه الاستادي بلان هجيب لك جوه الاستادي بلان روابط تدخل على الرابط يدخلك على فيديو مختصر. يعني لو انت ما لحقتش المحاضره معايا ممكن اوريك اختصار الفيديو وهديك الموضوعات المهمه، وانت بتحل ليسننج هديك الامتحان ده هديك الاجابه بتاعته واقول لك ادي اليوم الثاني ادي اليوم الثالث اليوم الرابع. ليه؟ عشان انت محتاج بجد حد يكون ماشي معاه على الواتساب وخطه دراسيه واضحه قدامك يوم بيوم. لو انت معانا وعايز تذاكر الليسننج انا اسف انت محتاج اكتر 1200 كلمه مهمين. مش بس 1200 كلمه مهمين، على فكره دول موجودين على جوجل، 1200 كلمه مهمين بيجوا في امتحانات الليسننج ايلتس. ولكن محتاج عشان سؤال الخريطه تذاكر حاجه اسمها directions. يعني ايه directions؟ اتجاهات north south southern. ومحتاج كل يوم تحسن البي بي سي the British accent and you need to know the directions go up the street go down the street. انت محتاج عشان تدخل معانا او عشان انت تجيب سكور كويس في listening انت محتاج تحمل كتب كامبريدج. كامبريدج خاصه كتب كامبريدج من كامبريدج 9 لكامبريدج 16. جامعه كامبريدج منزله 16 كتاب محتاج كل يوم تحل. وعلى فكره في حاجه عايز اقولها لكم، ولكن لو انت عايز تحسن الكتابه هلو لو انا محتاج احسن الكتابه اعمل ايه؟ لو انا عايز احسن الكلام ثانك يو فيري ماتش ثانك يو طبعا يا هاله. لو انت عايز تحسن الكلام لازم تسمع كتير، اما لو انت عايز تحسن الكتابه لازم تقرا كتير. يعني ايه قرايه؟ ريدنج. يعني ايه قرايه تاني؟ ريدنج. امتحان الريدنج بتاع الايلتس شكله عامل ازاي؟ Who can tell me مده الامتحان عامله ازاي يا جماعه؟ Can someone tell me مده الامتحان عامله ازاي؟ السبيكنج ربع ساعه، الليسننج 40 دقيقه، اما امتحان الريدنج ساعه 40 سؤال زي الاستماع. However it's 1 hour. Oh my god، هل في فرق ما بين الاكاديميك اند جنرال؟ What do you think guys؟ Can you tell me please؟ هل في فرق ما بين الاكاديميك اند جنرال؟ هل تعتقدوا في فرق؟ طبعا طلبه الايلتس اكاديميك اللي بيدوروا على منح دراسيه هيمتحنوا امتحان ريدنج اكاديميك غير طلبه الهجره اللي عايزه الايلتس جنرال. امتحان الايلتس 4 مهارات، speaking ربع ساعة، listening 40 دقيقة، أما reading 1 hour and 40 questions. اكتب معايا النصيحة دي. طلبة الأكاديميك القطع بتاعتهم بتيجي من موقع National Geographic. لو أنت هتذاكر لوحدك ادخل النهاردة على موقع National Geographic هتلاقي القطع كلها اللي بتيجي في الامتحان بتيجي من الموقع ده.
اما لو انت طالب هجره وايلز جنرال بتحل امتحان 40 سؤال لمده ساعه وعايز تعرف التوبيك بتاعت الهجره جنرال، ادخل على جريده ذا جارديان المصدر الرئيسي لجامعه كامبريدج في قطع الريدنج الجنرال ذا جارديان. اما الاكاديميك ناشونال جيوغرافيك، باي ذا واي جايز، مين اصعب؟ هو كان تيل مين اصعب، الاكاديميك ولا الجنرال؟ وات دو يو ثينك كموضوعات، ويتش از مور ديفيكولت، which topics are more difficult, the academic or the general? What do you think, guys? أنهي موضوعات أصعب كتير؟ Can you guys please tell me? الله على الاتيتيود، ناس بتقول الاثنين أصلاً صعبين. Thank you very much. الأكاديميك أصعب. الأكاديميك موضوعاته إيه؟ مخترعين, inventors, inventions, scientific facts. كل الموضوعات الأكاديمية في القراءة 40 سؤال، 3 قطع لمدة ساعة. اوكي حاضر حاضر يا اسراء. ان طلبه الهجره برضو 40 سؤال 3 سكاشن في ساعه، الاثنين زي بعض، ولكن قطع الاكاديميك اصعب. عشان كده خبر حلو ليكم، عشان الاكاديميك موضوعاته اصعب التصحيح فيه اسهل. يعني انت يا طالب الاكاديميك يا بتاع الدراسه، لو عايز بند 7 في الريدنج محتاج كم واحده صح؟ Guys, can you tell me? أنا محتاج بند 7 من 9 في الريدنج تجيب لي 30 إجابة صح من 40 سؤال. لكن أنا جنرال موضوعاتي أسهل، فمحتاج 34 واحدة صح من 40. فالتصحيح لطلبة الهجرة الجنرال أصعب عشان موضوعاتهم أسهل، والتصحيح لطلبة الأكاديميك حاضر يمينة at the end، كل حاجة كل حاجة إن شاء الله تكون سهلة. بس أنا بحضركم نفسياً عشان أنا المحاضرة دي معمولة للي هيذاكر لوحده واللي هياخد الكورس، فأنا بعمل الاثنين يا جماعة، وكل حاجة إن شاء الله سهلة. بس خلوا بالكم، طلبة الأكاديميك محتاجين 30 واحدة صح، طلبة الجنرال محتاجين 34 عشان تجيب بان 7. 40 سؤال. سؤال لحضرتك، هو في كام نوع سؤال عندنا؟ وأكتر حاجة هتعانوا منها، أكتر حاجة هتعانوا منها، ممكن يا جماعة دقيقة واحدة سيبوا أسئلتكم في الآخر خالص، I'll take your questions at the end. أكتر حاجة هتعانوا منها في الريدنج لا قدر الله الوقت بتاعكم، time management. time management. عشان كده سؤالي لحضراتكم، أنتوا في امتحان الريدنج تبدأ بالأسئلة ولا بالقطعة؟ What do you think؟ عشان أنجز في وقتي، if I want to work on my time management, what do you think guys? Should you work on your, should you start with the questions or the passage? I want you to answer me, guys. What do you think? كذا حد بيسألني السؤال ده. Many people have asked me these questions. And the most common question I've always received is, should I start with the passage or the questions? أبدأ بالأسئلة ولا بالقطع؟ أبدأ بالأسئلة ولا بالقطع؟ أبدأ بالأسئلة ولا بالقطع؟ خلي بالك، أنت لازم تكون متدرب قبل الامتحان عشان تدخل أنت عارف أنت هتبدأ بإيه. Thank you very much. مفروض تبدأ بالأسئلة الأول. أوكي، هو ده المفهوم الشائع، وعشان كده ناس كتير ما بتجيبش السكور. يا جماعة أنا عايزكم نصيحة لوجه الله، تغيروا تفكير زمايلكم وتقولوا يا جماعة إيه رأيكم نجرب نقرأ بسرعة وبعد كده نقرأ الأسئلة. أصل إحنا ما شاء الله ما بنقراش كتير في حياتنا. إيه رأيكم، هل تحبوا على جروبات الواتساب كل يوم ننزل لكم مقال تقروه؟ ايه رايكم؟ هل كنت تحبوا كل يوم اجيب لكم قطعه تقروها؟ ايه رايكم؟ ايه رايك؟ حاضر، ما انا هتكلم دلوقتي على الاستراتيجيات القراءه. ايه رايك لو انا عملت لك جروب واتساب كل يوم تسمع بي بي سي، بس كل يوم انزل لك قطعه تقراها؟ اسمع معايا، وقف يا ابني بقى المحاضره دي كده، انا هديك نصايح لمدرسين الانجليزي اللي عايزين يدرسوا. يا صاحبي، كل مدرسين الانجليزي يجمعوا الساعة 6 الصبح، نزل لك بي بي سي ليرنينج انجلش. اسمع معايا يا جماعه، سامعيني ولا لا؟ هلو يا ايمن، كان يو هير مي جايز؟ كان يو هير مي؟ هلو، كان يو هير مي؟ مدرسين الانجليزي، ازاي ادرس ايلتس صح؟ 10 الصبح. حاضر يا استاذه اسماء، دقيقه واحده. 10 الصبح هديك قطعة قراية كل يوم، كل يوم تقرأ، كل يوم تقرأ، كل يوم تقرأ، فقرايتك تبقى سريعة.
فقرايتك عينيك بتبدا تقرا وتتعود على حاجه اسمها سكيمينج. عارفين يعني ايه سكيمينج؟ ده اللي انا هرجع له دلوقتي في فنيات الحل في الايلتس. يس، ان انت في الامتحان ما عندكش وقت تقرا قطعه قطعه، فعشان كده انت محتاج عينيك تتعود على اجيب الموضوع بسرعه واقرا اول سطر واخر سطر واجيب بسرعه محتوى الموضوع. ركز معايا بقى. طب ايه رايكم لو الساعه 12 الظهر طلبت منك تكتب موضوع عن اللي انت قريته؟ ايه رايكم؟ ايه رايك لو طلبت منك ان انت هبعت لك قطعه قراءه تقراها، تاخد ايديز، تاخد افكار، تاخد فوكابولري، تاخد كلمات هفهمها هذاكر، والساعه 12 الظهر تكتب باراجراف. فنعمل لك حاجه اسمها تصحيح، والتصحيح هيظبط لك الجرامر. حلو قوي. الطريقه دي في المذاكره اسمها ايه؟ مين يقدر يقول لي؟ هذه الطريقه الذكيه في المذاكره. انا هذاكر لوحدي، انا هذاكر لوحدي. الطريقه دي بنسميها في علم اللغه integrated skills approach. يا ريت كده المدرسين الانجليش يكتبوها integrated skills approach. كل مهاره اوبا بتكمل الثانيه. يعني ايه؟ هسمع هتكلم، واللي هسمعه الصبح تمتحني فيه كلام، وهقرا موضوع اكتب عنه فاستفيد بالقرايه ويرميلي في الرايتنج، فانت تصحح لي الافكار وتصحح لي الفوكابولري وتصحح لي كل ده. هو دي الطريقه الصح، integrated skills، ان كل المهارات بتجمع بعضها. ولكن كل ما تقرا اكتر سرعتك بتزيد اكتر. اقرا اقرا اقرا، ريد ريد ريد. هو ازاي يا دكتور محمد هقرا وانا ما عنديش كلمات؟ انا بقرا مش فاهم ولا كلمه. كم واحد منكم، لا مش كل يوم في امتحان سبيكينج، لا، كم واحد منكم بيقرا القطعه وبعد ما بيقرا القطعه لو انا سالت اقراك في القطعه يقول لك اللهم بارك القطعه جميله جدا جدا. يعني بتتكلم عن ايه؟ والله ما اعرفش، بس هو القطعه شكلها بتتكلم كده عن التلوث. طب وايه رايك يعني؟ لا التلوث وحش يعني. القطعه بتقول ان التلوث اللهم ربنا يحفظنا حاجه وحشه. حد منكم عنده الحكايه دي؟ يبقى ذيرفور المحاضره هسجلها يا جماعه. حاضر، هسجل المحاضره دي. اول حاجه لازم تعرفها امتحان الريدنج 40 سؤال 40 دقيقه الثلاث قطع، وعدوك الاول حاجتين، الفوكابلري رقم 2 عنصر الوقت. عنصر الوقت هيتحسن لما انا اجي اقول لك ان في 14 نوع سؤال اللي هيذاكروا لوحدهم يكتبوا ورايا. عندك 14 نوع سؤال في الريدنج، كل سؤال ليه طريقه في الحل، لو عرفتها هتوفر في الوقت. يعني في اسئله ابدا بيها، في اسئله اروح اقرا القطعه الاول، في اسئله زي اكمل ابدا بالسؤال سهل. وازاي سؤال اكمل ماشي بالترتيب؟ السؤال الاولاني في اكمل في اول القطعه، السؤال اللي بعديه تحتيه. ازاي كل سؤال ليه طريقه حل؟ مهم جدا تعرفوه عشان توفروا وقت. رقم 2، لو عدوك الاول الكلمات فانا مطلوب مني ان انا اديك الكلمات في سياق. اوعى حد يديك لستة كلمات يقول لك ذاكر الليستة دي، غلط تماما. انت محتاج على مدار شهر ونص وشهرين كل يوم ابعت لك مقالات وتشوف الكلمة في وسط جملة. عشان كده يا جماعة اهلا بيكم في كورس الصيف. كورس الصيف انا عامل فيديوهات مسجلة ليا جوه الخطة الدراسية ازاي تحل كل سؤال، وكل يوم هنحمل لكم مقالات تقروها من الفوكابلري بتاعت الريدنج عشان تحسن الكتابة والفوكابلري تزيد فتفهم بسرعة القراءة. ابدأ بالأسئلة ووفر وقتك. المهم تفهم كل سؤال بيتحل ازاي، ولما تذاكر الكلمات اوعى تذاكرها لوحدها. وكل ما تذاكر قراءة اكتر، قراءة ريدنج ريدنج، هيتحسن مين؟ مين اللي هيتحسن يا جماعة؟ هالو، كل ما أقرأ أكتر 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 the more I read، مين بيتحسن عندنا؟ هالو، كل ما أقرأ أكتر وأقرأ أكتر وأقرأ مقالات وأخد كلمات بره وأخد ideas بره عشان أحسن الريدنج بتاعي. The more you read
the better you write. وهنا سأسكت قليلا. عند الكتابة سأسكت قليلا. كما قال الكبير قوي. يا نهار أبيض. ده الرايتنج ده في حد ذاته كارثة الكوارث. وإن شاء الله ما فيش حاجة. بس في مشكلة كبيرة. كم واحد منكم سمع القصة دي؟ كم واحد منكم سمع إن واحد جاب سكور في السبيكينج وفي الليسنينج والريدينج وجي في الرايتنج ما جابش السكور؟ الرايتنج مش سهل، محتاج تركيز. كل حاجة سهلة بس محتاجة تركيز وتدريب. ليه؟ في إيه؟ امتحان الرايتنج ترتيبه رقم كم في الامتحان؟ هل هو أول امتحان، أول حاجة، أول مهارة، ولا التاني ولا التالت؟ Who can tell me؟ الناس اللي كانت مركزة معايا هتعرف. امتحان الرايتنج ترتيبه رقم كام؟ آخر مهارة. يا نهار أبيض. يعني بعد ما أعمل سبيكينج كلام، وبعد ما أعمل استماع وقراءة، في آخر المطاف ينزل بالرايتنج. يا نهار أبيض، أنا أكون أرهقت. نصيحة لوجه الله لكل الناس اللي داخل الامتحان، قبل ما تبدأ امتحان الرايتنج، انت أول حاجة بتدخل هتسمع listening، وبعدها reading، وبعدها writing. قبل امتحان الرايتنج تاخد ايه؟ مين يقدر يكمل كده؟ في حاجة تاخدها عشان تهدي لك أعصابك، وحاجة تاخدها تزود لك نشاطك. ايه الحاجة اللي بنصح بها طلابي قبل ما تدخل الامتحان؟ لا يا فندم، حاجة حلال يا فندم، حلال. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ده كده يتقبض علينا كده شرطة مخدرات. انا بقول لحضرتك ايه الحاجة اللي تاكلها قبل ما تبدأ الرايتنج؟ تمر. تاخد لك تمر، تمريتين تلاتة. لا انا اسف، مش هينفع شوكولاتة، عشان الشوكولاتة عليها ورقة بره، هياخدوا منك الورقة. نسيت اقول لك، ولو دخلت بالمية دي هيشيلوا الورقة دي. ليه؟ اصل في ناس مستواها في اللغة ضايع خالص، فانت ممكن وانت في الامتحان تبص على الورقة وتقول كلمة ايه ده؟ manufactured in Egypt، الله اكبر، الرسالة جات لي اهو رزق، وانا قاعد اغش في الامتحان. عشان كده هم قرروا في الايلتس اي حد يدخل بشوكولاته، يدخل بتمر، ياخد باي حاجه، ادخل بكيس ما عليهوش حاجه، ادخل بورقه متشاله. ليه؟ عشان مطلوب منك تاخد تمر فتطلع طاقتك في الرايتنج. هو الرايتنج مدته قد ايه؟ 1 hour، ساعه، 2 essays، مقالين. هتكتب مقالين، مقال 150 كلمه ومقال 250 كلمة. إيه حكاية كلمة دي؟ هو إحنا بنعد كلمة كلمة؟ Hello, what do you think guys? Can you answer me please? Can you answer me? هل إحنا بنعد كلمة؟ إحنا كممتحنين بنعد وراك كلمة كلمة؟ Hello, yes. شوف أنا قلت إيه؟ الامتحان الرايتنج ساعة، مقالين، 2 essays. We're going to count word by word. هنعد كلمة كلمة. هتعدوا إزاي يعني؟ يعني لو جالك موضوع عن الانترنت، فانت بتقول الانترنت له مزاياه وعيوبه، فبتقول انترنت has its advantages and disadvantages. بيقعدوا يعدوا كلمة كلمة، بس مش بيعدوا علامات الترقيم، لا الفول ستوب ولا الكوما. امتحان الرايتنج مدته ساعة، اول اساي تاسك 1 150 كلمة، تاسك 2 250 كلمة. وادي المنظر الجميل اهو. بس نسيت اقول لكم، تاسك 1 20 دقيقة، تاسك 2 40 دقيقة. تتوقعوا مين عليه درجات اكتر يا جماعة؟ مين عليه درجات اكتر؟ Hello guys, can you tell me which task has got more weight? What do you think guys? تاسك 1 150 كلمة، تاسك 2 250. بالعقل كده مين عليه درجات اكتر؟ تاسك 1 اللي 150 كلمة ولا تاسك 2 250 كلمة؟ طبعا اللي ب 250 كلمة اكتر. Of course, yes. Thank you very much. Task 2 عليه تلتين الدرجة، عليه 6 من 9. Task 2. أما Task 1 عليه 3 من 9. 3 من 9 في الترتيب في الدرجات. Task 2 6 من 9، تلتين السكور على Task 2. اتفضلوا يا جماعة، في فرق كبير ما بين الرايتنج بتاع الأكاديميك والجنرال. بالمناسبة يا جماعة، الناس اللي عايزة تدرس، الناس اللي عايزة تدرس أو تبحث عن منح دراسية، ده شكل الامتحان الرايتنج بتاعكم. ايه رايكم يا جماعه؟ تاسك 1
اهو يا جماعه تعالوا مع بعض كده نشوف مع بعض. حاضر يا استاذه امل، هوضح لحضرتك دلوقتي. يلا مع بعض كده، ده كده الشكل اللي قدامكم، ده امتحان الاكاديميك للطلبه اللي بيدوروا على منح دراسيه او بيدرسوا جوه الجامعه او مدرسين الانجليزي او اللي هيشتغلوا في التدريس او اي حاجه اكاديميه بياخدوا اكاديميك. اتفضل. تاسك 1، برافو عليك يا نرمين. تاسك 1 150 كلمه يا طلبه الاكاديميك، هجيب لك رسم بياني، هتكتب لي مقال عن الرسم البياني 150 كلمه في 20 دقيقه. ومتاسك 2 مقال عادي، مقال عن النت، مقال عن تربيه الاطفال، التكنولوجي. جميل. طب وطلبه الهجره ايه اخبارهم يا جماعه؟ طلبه الهجره what do you think؟ تاسك 1 برضه 150 في 20 دقيقه، 20 minutes 150 words. however تاسك 1 letter، خطاب. ايوه خطاب، هتكتب خطاب لصاحبك، تكتب خطاب مثلا لرئيس القسم بتاعك، تكتب خطاب لشركه. لتر 150 كلمه في 20 دقيقه. وتاسك 2 برضه مقال عادي عليه تلتين الدرجه في 40 دقيقه يا تاسك 2. تاسك 2 معناها ايه؟ 250 كلمه عن موضوعات تكنولوجي، تربيه الاطفال وكل ده. سؤال ليكم يا جماعه، هو كم واحد بيصحح؟ سؤال بس ليكم، في امتحان الرايتنج كم واحد بيصلح الورقه بتاعتك؟ This is something very important. You have to know ان في امتحان الرايتنج في اثنين ممتحنين هيصلحوا لك. اثنين، يعني واحد بيصحح والتاني بيصحح على تصحيحه. عشان نعمل حاجه احنا بنقولها في التصحيح نزاهه التصحيح، النزاهه اللي بنسميها inter-rater reliability، يعني بمعنى اصح نتاكد ان الطالب جاب السكور الصح. وبنبص على هل الطالب عنده افكار؟ اهو تاسك اتشيفمنت، هل انت كتبت في الموضوع ولا طلعت بره الموضوع؟ ايه اخبار الفوكابلري بتاعتك؟ هل الفوكابلري بتاعتك وكلماتك متعدده ولا ما عندكش غير كلمتين ثلاثه حافظهم؟ نسيت اقول لك، ايه اخبار السبيلنج؟ هل تعتقد السبيلنج بينقص ولا يا جماعه؟ جايز دو يو ثينك ذا سبيلنج كان تيك داون ذا سكور؟ هل تعتقد السبيلنج ممكن ينقص السكور؟ احنا بنبص، اتنين ممتحنين بيبصوا على كل حاجة. طب سؤال لحضرتك، هل الجرامر بيتصحح؟ I'm sorry to tell you this، اتنين ممتحنين بيعدوا الكلمات بتاعتك، بيبصوا انت كتبت في الموضوع ولا لا، بيبصوا على الكلمات بتاعتك متنوعة ولا لا، او ايه اخبار السبيلنج، وكمان بيبصوا على الجرامر بتاعك. هل الجرامر بيتصحح؟ هل ايوه الجرامر بيتصحح. طب والجرامر متنوع، يعني ايه جرامر متنوع؟ يعني ما انا اصح، هل انت بتستخدم ازمنه مختلفه في الكتابه؟ هل انت عارف الانواع المختلفه من الكومبلكس، ان في جمل كومبلكس، جمل كومباوند، جمل سمبل، جمل باسيف فويس. كمان المصحح بيبص على عدد الكلمات والفوكابلري والجرامر المتنوع. ويا سلام بقى، أكتر حاجة بتنقصكم إيه؟ في هذه المحاضرة اللي أتمنى يا رب تتفرجوا عليها تاني، إحنا هنبص على أفكارك تاسك أتشيفمنت والفوكابلري والسبيلنج بتاعك، وهنبص على الجرامر. بس أكتر حاجة بتنقص في الجرامر هي علامات الترقيم، البانكتويشن. البانكتويشن دي أكتر حاجة بتتهزق في بلدنا. عارفين ايه هي علامات الترقيم؟ اكتر حاجه بتنقصكم وبتتحاسبوا عليها، اللي هي الفاصله، كوما، النقطه، فول ستوب. كتير من الطلبه بيقولوا لي اصل انا بكتب المقال واوزع براحتي. يعني ايه؟ والله بص انا كتبت المقال من هنا وبعد كده قعدت اوزع بقى، هنا فول ستوب، انا هنا حاسس ان انا كوما، احساسي بيقول لي كذا. على فكره اوعى تمشي ورا احساسك، اسمها اتعلم صح. الامتحان ب 3700 جنيه مصري. الامتحان في شهر 6 هيوصل ل 4000 جنيه. يعني بلاش نظام المغامره. مفيش حاجه اسمها ماشي ورا احساسي، ما ينفعش. في حاجه اسمها علم، انا محضر نفسي، مذاكر الافكار،
الفوكابلري، السبيلنج، الجرامر، فرايتي، كومبلكس، كومباوند. عندي حاجه اسمها ترابط الافكار، بعمل حاجه اسمها روابط. ان اديشن، مور اوفر، وانا بكتب المقال مكون من اربع فقرات: مقدمه، انتدكشن، بودي 1، بودي 2، كونكلوجن. اربع فقرات، ممتحنين اتنين بيصلحوا لك. عشان كده هو الامتحان محتاج في الكورس معانا نعمل ايه. احنا محتاجين في الكورس نديك من اول اسبوع الموضوعات اللي بتتكرر والفوكابلري بتاعها عشان ما تتفاجئش باي ايدياز. محتاجين ان انا افهمكم ايه هي اساسيات الكتابه الاكاديميه. يعني كتابه اكاديميك رسميه ما فيهاش اختصارات، ما فيهاش مبالغه. اوعى في المقال تكتب very، او انترنت از very useful. مش اسمها very، ما فيش حاجه اسمها اختصارات، ما فيش حاجه اسمها can't، اسمها cannot. مهم جدا جدا في الكورس معانا اوريكم نفسي وانا بكتب مقال. ايه رايكم في الفكره دي؟ ايه رايكم لو انا كتبت مقال قدامكم عشان تشوفوا طريقه تسلسل الافكار بصوت عالي، وتشوف ازاي انا باخد بالي من الافكار وتنظيمها والتنوع الجرامر والفوكابلري والروابط. مهم جدا اديك طريقه حل تخليك تخلص الاسي في 50 دقيقه عشان اخر 10 دقائق تراجع على علامات الترقيم، السبيلنج، الازمنه. اتس فيري امبورتنت تعرف ان اكتر حاجه بتنقصكم هي في اللغه الرايتنج. سؤال لحضراتكم، كل اللي فات ده عليه كام في المية؟ في اخر 5 دقائق انا قلت انهي المحاضره باخبار وحشه عشان اديكم شويه طاقه سلبيه. كل اللي فات ده عليه كام؟ هالو، كل التكنيكس، كل طريقه الاسئله، يا ليسننج، يا ريدنج، يا رايتنج، يا سبيكنج، فور سكيلز، ده عليه كام؟ كل اللي فات ده عليه 50% من السكور. امال ال 50% الباقيين ايه هي؟ هلو يا هاجر، ايه الاخبار؟ هو كان تيل مي، كل اللي فات ده في الاربع مهارات عليه 50%، امال 50% ايه هي؟ اتفضلوا. لغه، ايه اخبار اللغه بتاعتك؟ والله يا دكتور محمد ان شاء الله انا هذاكر الايلتس، بس انا مش ضامن اللغه. يعني ايه مش ضامن اللغه؟ يعني الازمنه داخله في بعضها اصلا، يعني وعلامات الترقيم مش فاكرها. يا نهار ابيض، ده الايلتس اصلا 50% لغه، 50% طريقه اسئله، 50% questioning techniques، 50% grammar. عارف يعني ايه grammar؟ يعني الجرامر بتاعك يكون صح، وتاخد بالك من علامات الترقيم والازمنه، تاخد بالك ان الجرامر فيه انواع جمل. انت مطلوب منك في السبيكنج والرايتنج تعمل جمل سيمبل وكومباوند وكومبلكس. مطلوب منك اللغه بتاعتك نطقك ما يبقاش امريكاني ولا بريطاني، بس مفهوم. مفهوم يعني تاخد بالك من الاسترس. تسمعوا عن حاجه اسمها وورد ستريس؟ وانت بتتك، وانت بتعمل بتتك على الجمله، على الكلمه، ممكن نطقك يتغير والمعنى يتغير. حاضر يا ايمن. يعني المعنى اصح، لو انا قلت على سبيل المثال present، يعني ايه present؟ present يعني يقدم، sorry present يقدم، present هديه. يا نهار ابيض، ده انا مش لازم يكون انت مش مطلوب منك يكون نطقك امريكي وبريطاني، يكون نطقك واضح، بس تاخد بالك من نبر كلامك وانت جوه الكلمه، وانت بتقدم نفسك وتقول للناس على فكره محتوى الفيلم ذا كونتنت. ده في اسمها كونتنت، كونتنت معناها مبسوط، اسمها كونتنت، كونتنت يعني راضي. يا نهار ابيض، يعني انا لازم اخد بالي في النطق بتاعي، انا اسمع كتير عشان اخد بالي من الستريس، اخد بالي من الانتونيشن. يعني ايه انتونيشن؟ مطلوب منك في الايلز جرامر صح والجرامر متنوع، برونانسيشن صح، مش امريكي ولا بريطاني، بس تاخد بالك من الستريس، تاخد بالك من حاجه اسمها انتونيشن. يعني ايه انتونيشن؟ انت داخل الامتحان انت مش انسان آلي، انت مش روبوت، you're not a robot. I'm sorry to tell you this. انت لازم كلامك يبقى فيه موسيقى. موسيقى يعني ايه؟ يعني لو اتسألت في امتحان السبيكينج وقال لك مين هو، ايه هي طموحاتك، what are your future ambitions، you know I think if I get a good score، if I score a high band، if I get a good score in IELTS،
I really want to travel one day to Canada, and I do want to take my family. I want to be happy, and I think happiness can be achieved when I have my family around me in another country. صوتك طالع نازل موسيقي، سكورك هيطلع فوق السبعة. أما لو أنت داخل الامتحان النبرة بتاعتك نبرة إنسان آلي، My name is Muhammad. I work as a teacher. I like my job, but it is really boring. لو أنت هتتكلم كده هتجيب ستة، وده ممتاز مادام عندك جرامر كويس. بس لكل واحد طموح وعايز يبقى في أمان يفكر في سكور سبعة. سكور هجرة، دراسة، شغل. 7 and 7.5. صوتك intonation، musicality. وخلوا بالكم إن الانتونيشن ليه قاعدة، نبرة الصوت والموسيقى والميوزيكاليتي ليها قاعدة. اوعى تدخل الامتحان وتقعد تعمل موسيقى مع نفسك، لا تنقص. ما ينفعش مثلا من اول ما الراجل يقول لك اسمك ايه تقول له ماي نيم از احمد اند اي ام ايجيبشن، انت مالك بتزعق ليه؟ ما هو ده برضه غلط خالص، ده لازم تظبط التكنيك. Once again، الايلتس مش اسئله بس، الايلتس لغه، جرامر، pronunciation. واخر 3 دقايق مش هوصيكم على الفوكابلري يا اولاد، وصيتكم الفوكابلري. كل ما تقرا اكتر تحسن الفوكابلري اكتر. بمناسبه الفوكابلري، الفوكابلري بيجي من القرايه. احنا هنبص على السبيلنج، احنا هنبص على حاجه اسمها كولوكيشن. حد منكم عارف يعني ايه كلمه كولوكيشن ولا لا؟ Do you know the word collocation ولا لا؟ يعني ايه كولوكيشن؟ احنا بنبص على 3 حاجات، على نطقك، على الجرامر بتاعك صح ومتنوع، وبنبص على الكلمات. هل كلماتك صح؟ وهل السبيلنج صح؟ والاخطر من كل ده حاجه واحده بس، تخيلوا ايه؟ The worst thing ever is collocation. يعني ايه collocation؟ collocation معناها المتصاحبات اللفظيه، يعني بمعنى اصح في الانجليزي زي اي لغه تانية، لما اقول لك يا جماعه انا عملت خطا، كلمه عملت خطا معناها ايه؟ I make a mistake ولا I do a mistake. احنا في الفوكابلري مش هنحاسبك بس على السبيلنج، هنحاسبك على حاجة تانية اسمها المتلازمات اللفظية. يعني لما حضرتك تقول لي mistake اسمها make a mistake، لو كتبت do هتنقص. ارتكبت جريمة، الشباب بيرتكب جرائم، ودي من موضوعات الايلتس. يعني ايه يرتكب جريمة؟ يرتكب جريمة معناها commit a crime مش do a crime. اوكي، هو مفيش موقع، اهو موقع عبقري اسمه ايه؟ موقع اسمه free collocation. خلوا بالكم الايلتس مش اسئلة بس، هتذاكر لوحدك تاخد بالك من اللغة. لغة يعني grammar، لغة يعني vocabulary، لغة يعني نطق، vocabulary يعني spelling، فوكابلري يعني ما تقعدش تكرر كلام كتير، فوكابلري يعني متصاحبات لفظيه. فوكابلري معناها تدخل على الموقع ده ولما تكتب كلمه انتحار سويسايد، فيجي يقول لك بص يا حبيبي لو انت عايز تستخدم الكلمه دي، هو ده الفعل اللي بيجي معاها، يرتكب جريمه الانتحار. اوكي، لو انت عايز صفه، فالصفه بتاعتنا هي فور اكزامبل بوليتيكال. لا يو سي، كل دي مصطلحات بتصاحب كلمة suicide. آخر حاجة قبل ما أقول لكم باي باي، هل ينفع أكرر الكلمة كفوكابلري الموجودة في السؤال ولا لا؟ هل ينفع في امتحان السبيكينج إن أنا أكرر نفس الكلام بتاع الممتحنة؟ هل ينفع إن أنا في امتحان الرايتنج أشوف السؤال أسرق كلمات من كامبريدج؟ هل ينفع إن أنا والممتحن بيكلمني يقول لي أنت عايش في حي إيه؟ What is your neighborhood؟ فأنا جاوب أقول له My neighborhood is، My neighborhood is. ما كل شوية أقول my، أكرر الكلام في السؤال غلط. No، you shouldn't ever do that. أمال أعمل إيه؟ مادام أنت عايز تذاكر آيلتس، خلي بالك اوعى تكرر الكلمات اللي في السؤال، فكر في مترادفات synonyms. بدل كلمة students طلاب، قول متعلمين learners. فكر في حاجة اسمها paraphrase. يعني paraphrase؟
يعني لو جالك قال لك parents أو أولياء الأمور اكتب له وقول له بابا وماما fathers and mothers. في كذا تكنيك هناخده مع بعض في الكورس ازاي ننوع في الفوكابلري. بفكر حضراتكم وبفكركم في النهاية الايلتس هيفيدك كهجرة كدراسة كشغل. تاخد بالك ما تحملش ماتيريال كتيرة، التزم بكتب كامبريدج، امشي على خطة دراسية واستمر. ولازم تعرف ان المواقع دي من اهم المواقع اللي انت ممكن تستخدمها في مذاكرتك. ياريت كلنا ناخد سكرين شوت، ياريت كلنا ناخد سكرين شوت. ولكن لو انت مش متأكد من مستواك ما تحجزش الامتحان الاول. اوعى تحجز الامتحان ب 3800 جنيه. اوعى تحجز الامتحان، ما ينفعش مغامره. امال اعمل ايه؟ واحد، اول نصيحه تحضر المحاضرتين دولت. محاضره الجمعه الجايه الساعه 1 اسمها Advanced Grammar and Vocabulary وخدوا سكرين شوت. ومحاضره السبت تاني يوم الساعه 7 مساء عن الكتابه الاكاديميه. انا مش متاكد، انا خايف ابدا دلوقتي. اتفضل ابعت امتحان تحديد مستوى، اتفضل اعمل امتحان تحديد مستوى دلوقتي. ابعت رساله على الرقم ده، يجي لك رابط تحله على اللابتوب. مره تانية اتفضلوا اكتب الرقم ده 01354-9000 01555249000. ابعت رسالة واتساب، والواتساب دوت على طول يجي لك رسالة وتحله على اللابتوب، تحله على التليفون، كله تمام. عايز اقول لكم على حاجة، عايزين تحلوه هنا، عايزين تحلوه هنا، مفيش مشاكل. قبل ما تمشوا، اي حد منكم عايز امتحان تحديد المستوى يبعت رسالة للرقم ده. ابعت رسالة دلوقتي 01354-9000. قبل ما امشي، عايزين تحلوا الامتحان النهاردة، بكرة، بعد بكرة، اقصى موعد الاثنين الساعة 10 مساء. والجميل في الموضوع تحل الامتحان ويوم الاربع يجي لك النتيجة. اقصى موعد لحل الامتحان الاثنين. وقبل ما تمشوا خدوا الرسائل دي، الرسائل ديت من زمايلكم اللي بدأوا بس وصلوا بفضل ربنا سبحانه وتعالى. ثم الإصرار. اوعى تحبط، اوعى تخلي حد يقول لك الدنيا صعبة. مفيش حاجة صعبة، في حاجة اسمها إصرار. لو حضرتك بتشتغل مطحون، انت أم الولدين وبتشتغلي، يبقى انت محتاجة حد يتابعك. ما تخدعيش نفسك، ما تدخليش تضيعي فلوسك. ذاكري الأول لوحدك أو تذاكري معانا في كورس ونديكي ماتيريال تسمعيها وفي الويك اند تذاكريها. بس المهم كل يوم على الواتساب تكتب لنا ونصلح لك اخطائك. من غير تصحيح عمرك ما هتتعلم. من غير فيدباك، اخطائك فين اذاكرها ازاي، اشرح لك اخطائك. يعني ما انا اصح، وبفكر حضراتكم اللي هيدخل معانا في كورس الصيف هدية ليكم. فقط للطلبة اللي معانا هياخدوا محاضرة هنشرح فيها ازاي نكتب سي في وبزنس ايميل، ازاي تكتب كل خطاباتك للمنح الدراسية. اللي هيدخل في الكورس معانا هياخد حاجة اسمها موتيفيشن لاتر، ازاي اكتب موتيفيشن لاتر، ازاي اكتب بيرسونال ستيت، ازاي اكتب سي في، ازاي اعمل انترفيو صح. هعمل محاضرة ساعتين ونص هدية فوق الكورس لكل واحد هيلتحق معانا. وافتكر والكفر لاتر. بس الأول تبعت رسالة على الواتساب على الرقم ده، يجي لك رابط تحديد المستوى. بصوا كده الرسالة دي، كده الرسالة دي لسه جيالي من سنة من استراليا وواحدة من بريطانيا. كل دول ناس وصلوا، مش عيب تبدأ. المهم ما تتأخرش. كورس IELTS هنعمل تحديد مستوى، وطلع مستواك ضعيف هنقول لك كورس ايه مناسب ليك. مفاجأة ليكم ان الكورس هيبدأ الجمعة بعد القادمة. الكورس مدته 7 أسابيع. المحاضرة عندنا
المحاضرة عندنا الكورس كله على بعضه ب 2500 جنيه. لو جبت واحد زميلك او المدام او زوجك او صديق بتاخد تخفيض وبينزل ل 2000 جنيه، بس دي باكج صغيره، ال 2500 هتنزل ل 2000 لو انت معاك عرض الاصدقاء والاقارب. اما لو انت عايز تصحيح كتير 14 مقال يتصححوا و14 سبيكنج ب 3500، وغالبا بينزل ل 2950 لو معاك واحد صديق. الكلام ده على مدار الشهرين التوتال بتاعك 2000، يعني كأنه 1000 في الشهر او 3000 جنيه لو تصحيح كتير. انا ما بحبش اتكلم في الفلوس، بس انا هتكلم لمصلحتك. اوعى تدخل الامتحان وتدفع 3800 عشان مجرد ان انت عايز تجرب. الامتحان هيغلى. ذاكر وتأنى صح وخد بالاسباب، وذاكر المواقع اللي انا اديتها لك، واضعف الايمان لو انت انسان مش عايز تاخد كورس، اضعف الايمان ذاكر المواقع اللي انا اديتها. الكورس هيبدا الجمعه بعد القادمه. ليه هتتاخر؟ عشان الجمعه والسبت الجايين في محاضرتين هديه ليكم. فين هم دولت؟ اهو تاني يا جماعه، اهو محاضرتين دول الجمعة والسبت الجايين عندنا محاضرتين هدية، ولكن الجمعة اللي بعديها هنبدأ الكورس أونلاين. الكورس إيه؟ أونلاين، يعني عن طريق زوم، وهقابلكم مرتين في الأسبوع، الجمعة والأربعاء. طب أنت مش فاضي يوم الجمعة، احضر السبت وأربعاء. طب انا نفسي احضر المحاضره اكتر من مره، هل ممكن احضر الجمعه واعيد المحاضره تاني السبت؟ ممكن تعمل اللي انت عايزه. ومع الكورس هديه محاضره عن كتابه الموتيفيشن ليتر، السي في، الاونلاين، ايميل، كل دي هديه. however المحاضره دي هتتسجل وهتترفع على قناتي الشخصيه اللي موجوده عندنا، وهوريها لكم دلوقتي قبل ما اسيب حضراتكم. وهسيبكم دلوقتي مع المدرسة الجميلة علما وخلقا دكتور مي حكم، باسم مي حكم اختنا الفاضلة وزميلتنا. بفكر حضراتكم لأي حد ما يعرفش القناة الخاصة بي انا، اوكي، فانا بفكر حضراتكم اهي المحاضرة اهي يا جماعة، هبعت لحضراتكم دلوقتي اهي. اتفضل خدوا سكرين شوت من اسم القناة محمد خليل موسى. هنزل المحاضرة دي بعد ساعة من دلوقتي على القناة إن شاء الله. أنا عارف إن أنتوا كتير عايزين تبدأوا. عايز تبدأ صح؟ كم واحد منكم عايز يبدأ صح؟ لكل واحد عايز يبدأ صح، لو سمحت لوجه الله نصيحة، ابعت رسالة على الواتساب للرقم ده. ابعت رسالة على الرقم ده، والرقم ده هيديك رابط تحديد المستوى. دي البداية الصح، نكشف على مستواك الأول وبعدها نتكلم. الكورس اللي تشات مفتوح، في الكورس المحاضرة الجمعة أو السبت زائد الأربع، الأربع من 8 مساء بتوقيت القاهرة لتسعة ونص. أما يا فندم لأ التشات حاضر دي واحدة، أما محاضرة الجمعة والسبت فبتبقى من 1 الظهر لأربعة ونص العصر بتوقيت القاهرة. هل الكورس صعب؟ مفيش حاجة سهلة. وعشان توصل لطموحاتك انت محتاج حد يشدك من المنطقة الكومفورت بتاعتك. اي حد منكم عايز تخفيض الاصدقاء يدخل على الجروبات ويقول يا جماعة انا داخل كورس كذا، تعالوا نعمل تحديد مستوى، وتفضلوا نحلوا مع بعض وندخل كلنا مع بعض. ده ممكن يتم على جروبات الايلتس او جروبات بتاعتنا على الفيسبوك. بفكر حضراتكم ابعت رسالة دلوقتي على هنا هوت
01555249000 يجي لك تحديد المستوى. المحاضرات كلها عن طريق زوم. المحاضرات كلها عن طريق زوم. All the session is through Zoom. Okay, thank you very much indeed. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا.